أوصلة تونس ذاهبة إلى صندوق النقد الدولي، مش ذاهبة، هي تتمنى أن يرضى عليها صندوق النقد الدولي، والذهاب إلى صندوق النقد الدولي سيمر حتما عبر الانضمام إلى نادي باريس، هذا ما فهمنا؟ نعم، هو صندوق النقد الدولي الآن غير قادر أنه يمكن الدول المانحة اللي أعطت قروض لتونس، نعم ماهيش مانحة، الدول اللي أعطت قروض لتونس أنها تسترجع أموالها. ما أنه صندوق النقد الدولي الآن غير قادر أنه يضمن للدول هذه أنه يرجعوا لها الأموال اللي صبتها وكذلك الفوائد، فالحل الوحيد هو الذهاب إلى نادي باريس. نادي باريس ماذا يضم؟ يضم 22 دولة من أقوى الدول في العالم، منهم دولة الكيان الصهيوني. 22 دولة هذم هم الدولة، منهم دول أعطت فلوس لتونس، أعطت قروض. الآن الاتفاق اللي باش يصير بحضور صندوق النقد الدولي، بحضور البنك الدولي، يقع الحديث على إعادة جدولة الديون. وانت تعرف إعادة جدولة الديون، الدين اللي كان محطوط على 10 سنين وفيه انتغي، فيه فايض بنسبة 5%، ممكن تولي 10%، ممكن تولي 20%. نعم، مش هذا فقط، الخطير هو انه نادي باريس هذا النادي ما عنده حتى قوانين، عنده جملة من المفاهيم ما ثم حتى يعني السلطة يرجع لها، ما عندوش سلطة. مثلا نادي باريس مش ممكن انك تمشي تشكي به، مش ممكن انه يعمل تقرير مثلا للأمم المتحدة، مش كما صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي، هذوكم اللي هما كل مرة تصير اتفاق وكل مرة يصير حديث مع دولة من الدول عندهم تقارير يقع بعثانها للأمم المتحدة. لكن هذا نادي باريس هو نادي خاص، نعم، والنادي هذا ما عندك عليه حتى سلطة. واضح سي منصف، تفضل. الذهاب كما قلت أنت أحسن تعبيرا، إذا ذهبت تونس وأي دولة تذهب إلى نادي باريس آخر الطب هو الكي. نعم.